محمد بقى. ان بعض المسؤولين بيحاسبوا بالقطع كويس، يعني يجي يقول لك انت مثلا بقالك 3 مباريات، انا مش قصدي حاجه. انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك ايه، اللي انت قلته كلام صحيح جدا، ان في رؤساء انديه للاسف الشديد يعني مش عايز اقول لك بعد ماتش او ماتشين بيبدا يدور على على طب هو اللي انت جبته ده، اللي انت جبته ده ما هو انت اللي جايبه يعني. صحيح. انت ما اديتلوش حتى فرصه. طب انت اخترته بناء على ايه؟ مزبوط. هل حد ضغط عليك عشان تاخده؟ هل حد ضغط عليك عشان تتعاقد؟ لا ده انا عايز اقول لك الاخطر من كده، ان هو بيبقى اتعامل مع المدير الفني ده قبل كده ويمشيه وبعدين بيجيبه تاني. انا بص يا كابتن، انا ليا وجهه نظر اخرى. طبعا احنا مدربين، فهو هيقول لك او يعني اي حد بيتفرج يقول لك اه ما بيتكلموا من وجهه نظرهم او بيتكلموا عشان يعني يبقوا في صف بعض وكده. انا بقول ان اختيار المدرب، وده حصل للاسف الشديد في 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 انديه كتير في الدوري، وهتلاقي الانديه اللي ما بتغيرش اداريا مستقره. يعني بص على نادي الاهلي، نادي المقاولين، نادي الاتحاد السكندري، طبعا زي ما قال الكابتن علاء مع حاج محمد مصلحي بيشهد استقرار، والانتاج الحربي اداره هاديه، اداره يعني عايز اقول يعني دايما اداراتها كابتن المؤسسه العسكريه بتبقى يعني بتدرس القرار بتاعها، وده واضح جدا في الانديه بتاعتها. فانا عايز اقول، وعلى فكره الكابتن مختار من فتره قليله يعني يمكن من اسبوع ولا حاجه في نتائج، شويه نتائج وكده، وكان عايز يمشي كلام من نفسه صح، جابوه قالوا له لا مش هتمشي، ورئيس النادي جه وكلمه قال له انت قاعد وموجود واهدى والدنيا تهدى. انت بتدي رساله للعيبه، خلي بالك في انديه اللعيبه وهي في الملعب بتبقى عارفه ان اللي هيدفع الفاتوره وهيحاسب على الفاتوره المدرب، فبيبقوا خلاص خلصانه، هو فهم الاداره بتاعته وبالتالي مش هيبذل مجهود. بس ده عشان هو مش نادي جماهيري يا كابتن. لا لا لا، ملهاش علاقه بنادي جماهيري او مش جماهيري. النقطه بقى اللي اهم، ان انا لما اجي اختار مدرب لازم اعرف اولا امكانيات لعيبتي ايه. يعني انا ممكن اجيب مدرب مثلا مدرب بيلعب مثلا على زون ديفنس وهجمات مرتده، تبص تلاقيه بتعاقد مع المدرب تمام، وانا فرقتي ما بتلعبش الاسلوب ده. صح. انا فرقتي بتلعب كره استحواذ، كره في الرجل، ما عنديش سرعات قدام عشان العب كونتر اتاك مثلا. ايوه، ابص الاقي مثلا بتتعاقد مع مدرب تاني، وانا بلعب انا فريق مثلا كل الطريقه بتاعتي من ساعه ما طلعت الدوري ان انا مثلا بلعب زون ديفنس وهجمات مرتده، وابص الاقي بتعاقد مع مدرب اسلوب شغله واسلوب لعبه ان هو بيبني من ورا والباص في الرجل وبيشتغل بيوصل بالكره للتلت الهجوم. ده ان دل على شيء يدل ان حتى انا كاداره المفروض ابقى فاهم كوره زي ما الكابتن علاء قال. طيب ايه بقى الموضوع؟ موضوع ان ممكن وارد جدا تكون في ادارات مش فاهمه كوره. نعمل ايه؟ يبقى نجيب لجنة. مستشار او لجنه، يا اما مستشار يا اما لجنه استشاريه، ناس بتتقاضى خلاص وناس بتفهم كوره، فيبداوا يبداوا بقى يتناقشوا في هذا الموضوع. حتى لما يقعدوا مع المدير الفني، افرض انت مثلا زي ما الكابتن علاء قال قعدت معاك اول سنه وبعدين جينا واتفقنا ان احنا هنمسك مركز خامس، هنشتغل من الخامس للسادس وات ايفر. طيب افرض انا مثلا في اول 7-8 اسابيع مفيش نتائج، لسه مفيش نتائج، مش معناها كارثه طبعا، مش معناها كارثه، بس هل انت شغال؟ هنا بقى اللي يقيم. انا بتفرج على التدريب بشوف الراجل ده بيشتغل، طب النتائج جايه، طب في اداء، في روح، بس ممكن الاداء تتاخر وهكذا. اللي يقيم دي لازم ناس تكون فاهمه في الكوره وناس دربت او ناس تكون لعبت كوره عشان تقدر تحدد. انا ممكن النهارده اجيب كرسي واقعد اشوف مدرب بيشتغل لمده 3 اسابيع عمال بيشتغل، هو بيبذل مجهود وبيشتغل بس مفيش هدف من الشغل. انت عارف يا كابتن ايمن ان الشغل ده سيكونس بيتركب فوق بعضه، بمعنى ايه؟ ان انا لازم ابقى وحداتي التدريبيه مبنيه فوق بعض. افرض انا بلعب مثلا بلعب كاونتر اتاك، يبقى هل انا بدرب لعيبتي على الخطوات اللي اوصل بيها ان انا بعمل هجمه مرتده صحيحه؟ بالزبط. انا بقفل؟ اه بقفل. طب اجي اطلع بالكوره؟ مش عارف اطلع بالكوره. طيب لما يكون قاعد واحد بره مستشار من الـ من الـ من او لجنه او عضو لجنه او ايا كان، تسمي زي ما تسمي، خش في مجلس اداره، انا قاعد بتفرج فبشوف التدريب، لا الراجل ده شغال صح، الراجل ده يا جماعه النتائج هتيجي، النتائج هتيجي. فمن هنا على الاقل لو انا غيرت، اغير امتى؟ اغير بعد الدور الاولاني مثلا، لان التوفيق وعدم التوفيق موجود في الكوره. انت ممكن تشتغل
وتبذل مجهود طبعا. وتشتغل صح وتبقى الاساليب علميه، بس مفيش توفيق. صح.